الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما هو الصيد الذي يحرم صيده في الحرم، وهل الحمام يدخل فيه؟ نعم، الصيد عام، الصيد عام يشمل الحمام، إلا الحمام الذي غذاه، الحمام الذي يغذيه هذا حلال له، إنما الصيد الذي يتغذى من البر هذا لا يصاد في الحرم، لا ينفر صيده، لا ينفر يعني لا يهيج من مكانه، فضلاً عن أنه يصاد ويذبح، لا. فالذي يعيش في الحرم من غير ملكية لأحد عليه هذا لا ينفر ولا يقتل في الحرم. وأما ما يغذيه الإنسان من الطيور هذا لا بأس به أن يذبحه وأن يأكله،